يحطوا مشابك. اخي نحن هون كنا ساكنين بالهي بمنطقة البحارية، صار لنا فترة يعني وقاعدين والحمد لله ما كان في شيء، يعني في هيك بس يعني مقايسين، قلنا خلص نضل ننقل نحن من مطرح لمطرح، خلينا قاعدين واللي بصير من الله يا محلا. وضلينا والله وصير ضرب حوالينا وكل شيء بس ما طلعنا، يعني ضلينا مثل هذاك صامدين لاخر نفس، اخر شيء ما عاد في، يعني صار كثير بالفعل صار كثير. قمنا اضطرينا اجوز يطلعوا خلينا نطالع الاولاد اللي يصير عليكم شيء ما بعرف شو، طلعنا دور دور ما لقى مكان، والله العظيم ما لقى ولا مكان. اجينا هون اجوا هن ودرتي وجابوا الاغراض عشيه وحطوها، انا ما شفت انه ما في مكان او شيء. اجيت الصبح لانه انا حامل وما فيني يعني لا ساعدن ولا شيء، اجيت الصبح ما في مكان يا الله، قعدنا هني تحت الشجره كل النهار، يعني الواحد بيحسن يقعد كل النهار تحت شموس ما بيحسن. ضلينا كم بيجي 3 4 ايام، بعد 3 ايام قال بنت حماي هناك في سرافيس محرقه وكل شيء، جيبوها واعملوها هيك وحطوا لكم لوحه توته بس يعني تتفيوا. بس والله عملناها وقعدنا وكل شيء، يعني شوب وبهدله وحمام ما في. يعني بدنا نعيش وبدنا نسوي وقاعدين هون. هلا انا بعوش ولادي ما في لا مكان ولا في هذا، وطفل صغير بده يجي على اي وش، يعني بده يجي على اي منطقه على اي شوب على اي عيشه وخمه، اولاد وخمه بتحمي من بعد حصه ما بتلاقي لا نظافه ولا شيء ولا واعي ولا ولا شيء، يعني ما في شيء يعني، وعايشين هلا لبين ما الله يفرجها.